اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أحمد نبيل مدير شركة نايل جاردن للزيتون، وهي شركة مصدرة من العيار التقيل لزيتون المائدة وزيت الزيتون لأمريكا وأوروبا، وعارف طريق تصدير التمور المصرية لأسواق العالم. هو عبقري في تخليل الزيتون والفلفل، وبدأ يستثمر في واحد سيوة وانتهى من زراعة 300 فدان بالزيتون والنخيل. قابلناه في مصنعه وكان من التقارير المهمة جدا. أبدأ معاك من المصنع، كيف تأسس؟ احنا كشركة كنا 2 شريكين في 2013، سافرنا بره في اسبانيا واحنا لنا اصدقاء كبار، اكبر مصنع زيتون في العالم احنا رحنا له زيارة واثنين وثلاثة، وهم حتى كمان ساعدونا في اختيار المعدات وساعدونا كمان في اللي اوت بتاع المصنع وشكله وتصميمه. طبعا في عبارة عن 4 أجزاء رئيسية. الجزء الاول هو تخزين الزيتون، تمام. وطبعا تخزين الزيتون بنفس الطريقة الاسبان اخترعوها من اكتر من 100 سنة، لان التخزين الزيتون بيروح لثلاث اتجاهات، يا اما اسود طبيعي زي الكلاماتا والدولسي والاصناف الجميله دي، او يروح سبانيش ستايل يبقى الزيتون الاخضر اللي شكله جميل ما فيش فيه مراره وملوحته متوسطه، او الزيتون الاسود المؤكسد بطريقه كاليفورنيا، ودي طريقه للعلماء في كاليفورنيا اخترعوها واصبحت هي المنتج الشائع في العالم، الزيتون الاسود الشرايح، وما فيهاش اي خطر على الصحه. ده منتج مش صحي، ده FDA approved، ومنتج صحي لدرجه لانه مش بس هو عباره عن منتج خالي من اي حموض اي احماض، والملح فيه لا يتعدى 2%. فانت بتاكل زيتون بقيمه الزيتون. المرحله اللي بعد كده لو الزيتون هيتصنع بطريقه كاليفورنيا، احنا عندنا طبعا مصنع اكسده، وحده اكسده اللي هي التنكات الاكسده، احنا جايبينها من اسبانيا، بتحول الزيتون من الاخضر الى الاسود بعمليه صناعيه بالاكسيديشن بالهواء. استفدتوا من مبادره البنك المركزي من خلال اي بنك من بنوكنا الوطنيه؟ طبعا طبعا، ولولا هذه المبادرات لا يمكن كان يبقى المصنع بهذا الشكل. من خلال بنوك ايه بقى؟ البنك الاهلي المصري اخذنا منه قرض استفدنا بيه في الخزانات الارضيه، والجزء الثاني بنشتري بيه خامات. هل ده انعكس على صادراتنا؟ انعكست تماما على صادراتنا طبعا. دخلنا كل اسواق، معظم اسواق العالم اللي المستهلك فيها بياكل زيتون احنا دخلنا فيها. اللي قدام حضراتكم ده هو احمد نبيل، الشريك الثاني ومسؤول البيع والتسويق لمنتجات نايل جاردنز للصناعات الغذائيه اللي عددها تجاوز 50 منتج. هو احدث المنضمين للشراكه، والنجاحه في فتح اسواق كبيره لصادراتنا من الزيتون والزيت خلاهم مصرين على انضمامه ليهم. اسواقنا عامله ازاي؟ احكي لي كده، بنسوق الزيتون ازاي؟ بدايه التسويق يعني ايه الميزه لمصر في الزيتون؟ مصر بالنسبة لنا هم أحسن زيتون موجود على الشجر هو الزيتون المصري كمادة خام. مشكلة مصر دايما في المنتج النهائي والباكجينج ما بيبقاش قد المطلوب منه، فهي دي اللي احنا اشتغلنا عليها. احنا ازاي نقدر نطلع من الخامة الكويسة دي اللي موجودة عندنا، عبوة شكلها حلو قوي بالظبط، نطلع نوع عبوة مطلوبة ونقدر نطور فيها. التسويق بدأ عن طريق دول، هما الدول اللي بتنتج زيتون في العالم هما دول البحر المتوسط، من ضمنهم طبعا اسبانيا ومصر والمغرب واليونان وايطاليا وتونس، بس تونس اكتر زيت زيتون منها زيتون مائدة. دول العالم الباقيه كلها بتستورد منهم المنتج النهائي للزيتون لان هما ما بينتجوش. من هنا جت الفكره. السنه دي موسم الزيتون مش حلو، وعليك كمصنع سعر الطن 19,000 جنيه، دي خساره فادحه، يعني مش هتكسب ولا مليم، مش هتعرف تنافس بره اساسا، هتعمل ايه؟ والله دي مشكله كبيره جدا، مش بتواجهنا احنا بس كمصنع، لا هي بتواجه مصر كلها. هي طبعا بسبب التغيرات المناخيه اللي ادت الى قله الانتاج، المزارع بيبيع بأعلى سعر طبعا، التغيرات وده المناخيه، وده ما نقدرش نلومه عليه. لا ما اقدرش طبعا الوم المزارع، بالعكس المزارع النهارده حتى هو بيبيع ب 19,000 جنيه طن هو خسران، لان الارض الزراعيه بتاعته المفروض ان هي تجيب مثلا في الفدان 5 طن، هي جابت نص طن. فمهما كان السعر عالي عمره ما يغطي تكاليفه، احنا فاهمين ده كويس. لكن المشكله كلها المصنع، كمان المصانع هتعاني بشكل كبير جدا، لان هي هيبقى ما عندهاش قدره تنافسيه بالنسبه للسعر دوت، زائد ان احنا هنفقد الاسواق اللي احنا قعدنا نحاول نبني فيها السنين اللي فاتت دي. لو استوردت الزيتون الخام، هل تكلفته تديك نفس القدرة أو الربحية لما بتعمل قيمة مضافة للزيتون المصري؟ لو احنا الدولة ساعدتنا في ان احنا سهولة الإجراءات الجمركية والتعريفات الجمركية والإعفاءات الجمركية، نقدر ندخل الزيتون الخام بسعر كويس، نعيد تعبئته ونصدره كمنتج نهائي، ويبقى عندنا ميزة تنافسية بشكل باخر. حتى لو مش هيحقق لنا ربح، بس على الأقل هنشغل المصانع
على الاقل هنحافظ على العماله، حافظ على الاسواق، حافظ على الاسواق بتاعتنا.